يمكن 100 سنة هيك شيء؟ 100 وأكثر. كم سنة؟ قصدك كم قرن أنت أكيد؟ وكتير سنين. أعطينا عدد سنين. ما في أعطيك لأنه بعتقد unlimited. شيء 100 مليون سنة. مش بهال 100 سنة لقدام. ما بحس بتصير 100 سنة. منيح. نقول مثلا 200 سنة، 200 سنة تنقول. شيء 100 على القليل. ليس مستغربا الكلام عن 100 عام ولا مبالغا فيه، ولكن ما هو الذي يحتاج إلى كل هذا الوقت؟ هو التمثيل مناصفة بين الرجال والنساء تحت قبة البرلمان اللبناني. 116 عاماً هي المدة المتوقعة للوصول إلى تمثيل برلماني يساوي بين الرجل والمرأة إذا ما ظل الدفع على هذه الوتيرة، وذلك بحسب دراسة أجرتها منظمة المرأة العربية استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية. وبجردة سريعة لتاريخ التمثيل النسائي في البرلمان يمكننا ملاحظة أن 6 نائبات هو أكبر عدد تمثيل، وكانت أول مشاركة للمرأة عام 63 عندما انتخبت ميرنا أميل البستاني بعد وفاة والدها أميل البستاني. وانقطع التمثيل حتى عام 92 فانتخبت بهية الحريري ونايلة معوض ومها الخوري أسعد نائبات، وظل التمثيل حكرا على 3 نساء. بقيت الحريري ومعوض ثابتتين، والثالثة كانت متبدلة حتى ارتفع تمثيل المرأة إلى 6 عام 2005، وتقلص إلى 4 عام 2009، وعاد ليرتفع إلى 6 نساء عام 2018. قرن وربع قرن هي المدة المتوقعة، مدة على المدى غير المنظور، فمن منا باق إلى ذاك الزمن ليعرف ما إذا ستحقق المساواة أو لا. وحده نوح عادل بين الجنسين وخلد. لا سعد، قناة الجديدة.